أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية عبر شاشة الميادين، ونخصصها لنحو ساعة من الوقت لتطورات الوضع اللبناني مع إعلان الرئيس الفرنسي يوم أمس استمرار المبادرة الفرنسية لتأليف حكومة إنقاذ بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب. تطورات سياسية رافقها على مدى يومين اشتعال بعض المناطق في الشمال، ما أدى إلى استشهاد وجرح جنود من الجيش اللبناني. وسوف ينضم معنا في هذا التغطية السيد يوسف عودي الكاتب، ويونس عودي الكاتب والصحفي، وأيضا ينضم معنا محمد الحجار، النائب محمد الحجار عضو كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني. ولكن سوف أبدأ معك بداية سيد يونس عودي. إصرار أمريكي في البداية على تأليف حكومة من دون حزب الله، ومن ثم كلام علي السقف للملك السعودي، وبالأمس سمعنا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم ينعى المبادرة الفرنسية، ولكنه أيضا لم يعطي أي آلية جديدة لإطلاقها من جديد. ما الذي أراد أن يقوله الرئيس ماكرون بالأمس ولم يقله صراحة من خلال الكلمات التي قالها؟ يعني هو يعني ما لم يستطع قوله ولا يستطيع أن يقوله، وهو أنه خضع للضغط الأمريكي كاملا من خلال التسويف الذي جرى في البداية من خلال نادي الرؤساء الأربع أو عصابة الأربع، الذين يعني وضعوا العراقيل منذ اليوم الأول عندما أعلنوا عن أن وزارة المالية ليست للشيعة، وهو ما لامهم عليه ماكرون. بداية لام الرئيس الحريري بأنه كان لا يفترض أن يتحدث بشكل طائفي، وهذه الإشارة التي أوجدت طبعا توجسا لدى الثنائي المصطلحة على تسميته بالثنائي الشيعي. ما تجنب ماكرون أن يقوله أنه لم يستطع أن يخرج من تحت الضغط الأمريكي، والاستمرار بالمبادرة كما طرحها في البداية في قصر الصنوبر عندما اجتمع مع كل الأفرقاء السياسيين. لماذا لم يستطع أن يسمي الأشياء بأسمائها رغم أنه يعني ألقى بالعتب واللوم على كل الأطراف اللبنانيين؟ لماذا لم يعطي الحيز الخارجي نفس الأهمية التي أعطاها للحيز الداخلي؟ من المؤسف يعني أن ماكرون تجاهل حتى كلاما كبيرا وخطيرا ورد على لسان ديفيد هيل الذي قال بصريح العبارة أننا خصصنا وصرفنا 10 مليارات دولار على القوى اللبنانية من أجل مواجهة حزب الله ونحن مستمرون في ذلك. يعني هذه الإشارة لو التفت إليها ماكرون ولم يتحدث عن تدخلات خارجية بالعموم وكأنها في سياق رفع العتب، أنا أعتقد أن هناك يعني ما يشبه إغراء أمريكيا ربما مقابل الخضوع لهذا الضغط، وهو ما يتعلق بالنفط والغاز اللبناني الموجود في البحر المتوسط، والذي كانت شركة توتال أول من بدرت للعمل عليه واستكشافه وبسرعة أقفلت. هذا تحليل أو معلومات؟ هذا معلومات. معلومات أن هناك إغراء أمريكي لأدخل الفرنسي. نعم نعم، وهو ما جعل في السابق ربما ماكرون لم يكن في كل الأجواء، يعني ربما الشركات لم تعطيه التقارير الأولية لأنه ربما العلاقات كانت بين الشركات أو بين توتال وغيرها من خلال المساعي الأمريكية في عملية ترسيم الحدود. ربما هذه المسألة أيضا وضع فيها ماكرون لاحقا، وأن هناك مصالح فرنسية أكبر من عملية تشكيل حكومة في هذا الإطار، وأيضا أنه يعني الأمريكيون لا يريدون أن يكون حزب الله مشاركا بفعالية في أي حكومة، طبعا هم يقولون حزب الله، لكن من الواضح أنه هناك محاولة عزل لفريق لبناني باعتقاد واهم الشيعي بشكل نعم كامل. نعم ما اصطلح على تسميته بالثنائي الشيعي، باعتقاد واهم بأن الظروف نضجت والآن حان تسديد الحساب لضربات متتالية يعني تلقاها أعداء لبنان وعلى رأسهم الكيان الصهيوني. وهنا سأقول مسألة، ربما عندما أشار ماكرون بأن على حزب الله أن يختار أن يكون مقاتلا لإسرائيل أن يساهم في يعني مقاتل لإسرائيل أم ميليشيا في سوريا أم حتى يعني هو يعرف تماما أنه يقاتل في سوريا في مكافحة الإرهاب الذي
الفرنسيون ذاقوا مرارة بعضهم منهم. سيد يونس، في الواقع هناك نقاط كثيرة تطرق إليها يعني الرئيس ماكرون، سوف نمر عليها تباعا، ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى النائب محمد حجر. أهلا بك سعادة النائب. بداية كيف وجدتم كلام الرئيس الفرنسي بالأمس إيمانويل ماكرون، الذي كما قلت لم يوفر تقريبا ولا طرف سياسي إلا وألقى عليه العتب واللوم بعدم تأليف الحكومة، وأيضا تطرق إلى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري؟ يعني واضح بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف الواقع الذي شهدناه جميعا في على فترة حوالي 3 أسابيع أو ربما شهر منذ قدومه إلى لبنان في المرة الثانية في أول من هذا الشهر، وبعدها وما رافقها من إطلاق مبادرة تقدم بها رغبة وتعبيرا عن إرادة المجتمع الدولي عبر الرئيس الفرنسي ماكرون بإنقاذ لبنان من هذا المسار ومن هذه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي يتخبط بها. وبالتالي كان الرئيس الفرنسي أشر إلى مكامن الخلل التي رافقت هذه المبادرة. وربما هذا الأمر يعني لم يعجب البعض، وخصوصا حسب ما أسمع من ضيفك، ولكن أود هنا بس ربما يعني إشارة بسيطة إلى ضيفك الأستاذ عودة، بأنه لا نقول يعني اليوم الوضع في البلد وضع يعني متأزم إلى أبعد الحدود. صحيح. والمطلوب من كل من يظهر على الإعلام أن يعمل على أن يقول رأيه، يعني واسمحوا لي فيها، أن يقول رأيه ولكن باحترام الآخر. الحديث بأن النادي الأربعة، عصابة الأربعة، هذا أمر لا يجوز أن يقال من منبر إعلامي هو بمستوى منبر الميادين. أمر آخر، الشحن الطائفي ليس مفيد في هذا الوضع. يعني الحديث بأنه الحريري أو رؤساء الحكومة رفضوا أن يعطوا للشيعة، هذا الأمر لم يحصل. كان واضح موقف الرئيس سعد الحريري، قال بأن الوزارات ليس فيها تخصيص لطوائف محددة، ولم يقل وزارة بعينها. كل الوزارات، الحقائب الوزارية، لم يقل الدستور بتوزيعها على طوائف أو بإعطائها حصرية لهذا الطوائف، ولم يكن وحده من قال ذلك، بل كل الأفرقاء السياسيين في لبنان، حتى حلفاء حزب الله وحلفاء حركة أمل، قالوا بذلك. وبالتالي يعني ليس من المفيد اليوم الذهب إلى شحن طائفي كمثل قوله كذلك بأن هناك عزل لطائفة. هذا الأمر لا يجوز. الطائفة الإسلامية الشيعية هي من الطوائف المكونة في لبنان، ولا أحد يريد عزلها، ولا أحد قادر أصلا على عزل أي طائفة. ولكن سعادة النائب، هل ننكر يعني بأن هذا الخطاب موجود اليوم في لبنان؟ ربما لا يجب تعزيزها، ولكن أليس موجودا هذا الخطاب اليوم؟ نعم موجود. أنا ولكن أتمنى على وسائل الإعلام ومنها منبركم المسموع والمرئي أن لا يساهم في هذا الموضوع. دعيني أقول مدام رانا، هل هذا الشحن مفيد؟ هذا السؤال الذي يطرح. أنا لا أقول موجود، نعم موجود، ولكن هل هذا يفيد؟ هل هذا يفيد التآخي؟ هل هذا يفيد التواصل؟ هل هذا يفيد الوحدة الوطنية الداخلية المطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى؟ قطعا لا. في الواقع يعني هذا الكلام أيضا يعني بالتأكيد له صدى إيجابي، يعني أن يتم التوافق على أن الشحن الطائفي اليوم لا يفيد هذه المرحلة بالذات لبنان، هذا أمر مهم. ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى سؤال آخر لك سعادة النائب. يعني بالأمس تم تداول خبر مفاده أن كان هناك اتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلص إلى ضرورة حل الأزمة اللبنانية، ولكن من خلال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. ما صحت هذه المعلومات يعني؟ أنا لا أملك معطيات صحيح حاسمة في هذا الموضوع. أنا قرأت مثل غيري أو سمعنا من وسائل الإعلام بأن هناك اتصالا أو تواصلا حصل ما بين الرئيس الفرنسي والملك السعودي، ونقلته إحدى القنوات أرتي روسيا اليوم. هل هذا صحيح؟ هل هذا دقيق؟ هل هذا يعكس الواقع؟ لا أعلم بذلك. كل ما أعلمه أن الرئيس سعد الحريري أصدر بيان البارحة عبر مكتبه الإعلامي، قال بأنه غير مرشح
لرئاسة الحكومة، وقال كذلك بأنه هو يدعم مبادرة المبادرة الفرنسية، مبادرة الرئيس ماكرون إلى أبعد الحدود، وهو جدي وحاسم وعنده الإرادة الكاملة في تسهيل أمر هذه المهمة، لأن فيها فرصة إنقاذ للبلد. اليوم لبنان يعاني ما يعانيه، ولا فائدة من تكرار هذه المعاناة على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والمالية والنقدية وربما الأمنية. وبالتالي المطلوب اليوم هو وضع لبنان على سكة الإنقاذ، خطوة، وكانت هذه المبادرة تشكل الخطوة الأولى التي يمكن أن يخرج لبنان بها من مشاكله، إن التزمت الحكومة التي يجب أن تؤلف بأن تكون حكومة أخصائيين لا حزبيين، حكومة من كفاءات، حكومة تؤلف بمقتضى الدستور. وعندما نقول بمقتضى الدستور يعني حكومة يؤلفها رئيسها بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ونقطة على السطر. يعني هناك إصرار يعني على يعني حكومة اختصاصيين لا حكومة سياسيين، يعني لازلنا في المربع الأول. ولكن اسمح لي سعادة النائب أن نوسع دائرة النقاش. ينضم إلينا أيضا سعادة النائب سيمو أبي رامي، عضو تكتل لبنان القوي في البرلمان اللبناني. أهلا بك سعادة النائب. رئيس الجمهورية اليوم صباح هذا اليوم أبدى تمسكها بالمبادرة الفرنسية، اليوم جدد هذا الأمر. ماذا بعد كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان واضحا بالأمس، قال بالحرف: أحمل المسؤولية للطبقة الحاكمة وعلى رأسهم الرئيس ميشيل عون الذي يتولى مسؤولية دستورية لإعادة إحياء المبادرة الفرنسية في الساعات المقبلة، وأتمنى النجاح بتشكيل حكومة مهمة. ماذا بعد ما قاله ماكرون؟ بالواقع الكلام الذي قاله الرئيس ماكرون حول تحميل الرئيس عون المسؤولية، كان هناك عملية تحوير للمضمون الذي عنا به الرئيس ماكرون، هو أن الرئيس عون يتمتع اليوم طبقا للدستور بإدارة الملف الحكومي عبر الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية جديدة لتأليف الحكومة، وبالتالي لم يقل أنه يتحمل مسؤولية مثل الآخرين عندما تكلم عن أخطاء والعراقيل التي وضعت على طريق المبادرة الفرنسية. أما بعد فأنا أعتقد بأن الرئيس ماكرون كان واضحا في كلامه. أنا من الأشخاص الذين يقولون بعكس الضيف الكريم الموجود معك في الاستوديو، العراقيل هي داخلية، والرئيس ماكرون كان قد تواصل مع القيادات السياسية في إيران وفي السعودية، وهو يعرف أن الأجوبة التي أتته من قبل هذه القيادات هي بأن اللبنانيين قادرون على الإمساك بزمام الأمور هم أنفسهم. وبالتالي الإشكالية التي وقعنا بها هو هذا التعنت والتصلب المتبادل من قبل الرباعي رؤساء الحكومات وثنائي حزب الله وأمل حول موضوع وزارة المالية. بالواقع نحن كتيار وطني حر كنا قد أبدينا وما زلنا نقول بأننا مع مبدأ المداورة، إذ أنه لا شيء يقول في الدستور أن هناك حكومة أو وزارة أو حقيبة هي باسم طائفة أو حزب أو مكون سياسي في البلد. وأعتقد بأن العتب الذي يقوله الثنائي لإدارة ملف تأليف الحكومة بأنه كان عندهم نوع من القلق، إذ أن الرئيس مصطفى أديب وهو مشهود له بنزاهته واستقامته ووطنيته قد تم تشكيل خلية وزارية حوله عمادها أشخاص ينتمون إلى فريق رئيس الحريري، وبالتالي هذا الشيء أفقد في انطلاق عملية تأليف الحكومة الثقة من قبل الثنائي حزب الله وأمل، وبدأت هنا مش رحلة الفيتويات المتبادلة
والشروط التصعيدية. طيب كخلاصة سعادة النائب سيمو، يعني أفهم منك يعني بأن برأيكم العراقيل هي داخلية بحت وليس هناك من ضغوطات خارجية. ماذا يعني عن من يقولون، هناك قراءات مختلفة سعادة النائب، هناك من يقول بأن أيضا الفريق الفرنسي لم يكن على دراية كافية بالواقع اللبناني وخصوصياته السياسية والطائفية، لذلك لم يقدم مبادرة يعني تعطي الجانب السياسي الأهمية اللازمة كما هو الجانب الاقتصادي. في الواقع الفرنسيون أتوا بمحاولة إنقاذ اقتصادية مالية نقدية. من خلال من؟ ولكن من خلال من سعادة وليس لهذه المبادرة، وليس لهذه المبادرة أبعاد سياسية. لكن ما تقولين هو صحيح، لكن مع فارق، أنا أعتقد أن الفرنسيين على دراية بخصوصيات المشهد السياسي اللبناني والواقع السياسي اللبناني، وهم يعرفون بأدق التفاصيل القائمة على المسرح اللبناني ببعده السياسي. لكن أعتقد أن هذه المبادرة حملت القيادات اللبنانية مسؤولية أكثر من قدرتهم على التحمل، وبالتالي كان هناك نوع من الثقة المفرطة من قبل الفرنسيين تجاه المسؤولين اللبنانيين عن قدرتهم أن يتخطوا حساباتهم الضيقة إن كانت حزبية أو طائفية من أجل إيجاد تشكيل حكومة إنقاذية للبنان. لكن هذا الرهان فشل بالواقع، إذ أن القوى السياسية ما زالت في لبنان تتحكم بها هذه الحسابات الضيقة على حساب المصلحة اللبنانية. سوف أعود إليك سعادتك النائب يعني بسؤال عن يعني خيارات القيادات السياسية اللبنانية اليوم بعد كلام الرئيس ماكرون بالأمس، ولكن اسمح لي أن أعود مجددا أيضا لسعادة النائب محمد الحجار. سعادة النائب يعني بالأمس أيضا الرئيس الفرنسي رأى أنه من الآن وحتى 6 أسابيع إذ لم يحصل أي تقدم في لبنان فسنكون مضطرين إلى سلوك خيار آخر لإعادة تشكيل طبقة سياسية جديدة، والشهر المقبل سيكون أساس العمل. ما الذي يمكن أن نستخلصه من هذا الكلام؟ يعني هذه المهلة 6 أسابيع ما معناها؟ يعني طبعا أراد الرئيس الفرنسي أن يقول بأنه هو مع إعطاء لبنان فرصة إنقاذ جديدة يجب الاستفادة منها، ولكن طبعا هذه الفرصة ليست مفتوحة، وإن كان قد أطال المدة بعض الشيء إلى حدود الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وما يقال عن ربط هذا الذي يحصل اليوم في لبنان وربط الورقة اللبنانية بالصراع الإيراني الأمريكي ومراهنة إيران على أن يكون هناك رئيس جديد في الولايات المتحدة بدلا من الرئيس الحالي ترامب. بنهاية الأمر نحن في لبنان بتقديري يعني يجب أن السؤال الذي يطرح ما هي مصلحة لبنان؟ مصلحة لبنان اليوم هو أن نستفيد من إرادة دولية موجودة تم يعني تزايدت هذه الإرادة من بعد الانفجار الكارثي الذي حل بالمرفأ وبقسم كبير من العاصمة اللبنانية وذهب ضحيتها وما ذهب من آلاف الجرحى والقتلى والمفقودين. وبالتالي نحن مصلحتنا اليوم بأن نذهب إلى تأليف حكومة تقوم بالإصلاحات اللازمة وحكومة لا تشبه سابقاتها. إذا كنا نريد أن فعلا أن ننقذ البلد، وكما يقول الفرنسيون بأنهم معنا في إنقاذ البلد، لا يجب أن نستنسخ تجارب سابقة حصلت. التجارب السابقة، هل أنتم مع إعادة تسمية مصطفى أديب سعادة النائب؟ يعني هذا الامر يتوقف على الاشارات على الاستشارات الليبيه الملزمه التي يجب بتقديري ان يدعو اليها فخامه رئيس الجمهوريه عملا بالدستور. طيب. هناك من يقول بانه لا مده محدده لذلك، ولكن لا يعني هذا الامر بان يكون هناك عوده الى الاستشارات قبل الى التاليف قبل التكليف. لا،
مشكلتنا في لبنان مدام رانا، مشكلتنا هي أننا فرادا ومجتمعين أردنا أن نخرج خارج الكتاب، خارج الدستور. هناك نصوص دستورية موجودة اتفقنا عليها في اتفاق الطائف، توافقنا فيما بيننا عليها في كلبنانيين، علينا الذهاب إلى تطبيقها. إذا كان هناك من يريد وضع أعراف جديدة، العرف يكون عندما يكون في هناك اتفاق ما بين القوى السياسية الأطراف اللبنانية جميعا عليه، وأي أي أمر غير ذلك يعني مخالف للدستور. اسمح لي أن أعود سعادة النائب إلى معرض جوابك على سؤالي، والقول بأن ربما إيران تربط يعني الواقع اللبناني والمستجدات اللبنانية بالانتخابات الرئاسية، ولكن أن يأتي الكلام على لسان الرئيس الفرنسي هذا يعني بأن فرنسا تربط أيضا التطورات اللبنانية بهذا الاستحقاق الانتخابي الأمريكي. هل يعني أمريكا بوضعها الآن يمكن ربط أي ملف بمصير الرئيس المقبل ومصير أمريكا نفسها لناحية ديمقراطيتها وما إلى ذلك وما يحكى عن هذا المسار؟ يعني الكل يعلم بأن هناك اليوم صراع في إقليمي، صراع في المنطقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا أمر ليس بخافي على أحد، وهناك من وجاري تجميع الأوراق بيد طرفي الصراع لبت هذا الصراع وحسمه بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه. البارحة كان الرئيس الفرنسي واضحا في تحميله بشكل كبير مسؤولية على حزب الله لعدم تأليف الحكومة الحالية. وهنا أود أن أشير إلى أمر قاله زميلي سيمون أميرامية بأن من كان من الفريق الوزاري أو الفريق التأليف كان هو من فريق الرئيس الحالي. هذا الأمر غير صحيح بالبتة، هذا أمر غير دقيق. هناك بالإعلام من أراد أن يصور الأمور على هذا الشكل حتى يقال بأن ولكن سعادة النائب حتى المواقف السياسية التي صدرت في تلك الفترة لم تشي بتدخلات أيضا وبضغوط من فريق سياسي معين ومن نادي رؤساء الحكومات السابقين، يعني هم يعني كانوا يقولون أو يفرضون رؤيتهم على مسار التأليف. أي طرف تم استشارته قالوا ما عندهم، ولكن الذي كان يقوم بعملية التأليف ويقوم بدراسة السير الذاتية التي قدمت له من جهات متعددة وليس من جهة واحدة فقط، وطبعا والسير الذاتية لأشخاص يعلم بهم أو يعرفهم الرئيس المكلف، تدل على أن هذا الرئيس المكلف كان يعمل على تشكيل فريق عمل منسجم وزاري مثل ما قلت لك من اختصاصيين من كفاءات، ولا يريد أن تسميهم الأحزاب السياسية. هذا كان دفتر الشروط الذي على أساسه أتت المبادرة الفرنسية كما قالت البارحة الرئيس الفرنسي، وكما قالت وزارة الخارجية الفرنسية منذ حوالي 5 أيام عندما أعلن الرئيس سعد الحريري عن مبادرته بأن يصار لمرة واحدة إلى احتفاظ وزارة المالية بيد الطائفة الشيعية الكريمة، وعلى أن يصار بعدها إلى المدورة عملا بالدستور. شكرا جزيلا لك سعادة النائب محمد الحجار، عضو كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني، على تواجدك معنا خلال هذا التغطية. أعود إليك بسؤال سعادة النائب سيمو أبي رامية قبل أن تغادرنا أيضا. التميز الوحيد الذي لمسناه بالأمس من خلال كلام الرئيس الفرنسي مسألة العقوبات، قالت بأنها لا تبدو خيارا مناسبا، هذا الكلام هل يمكن أن يبنى عليه؟ أنا لا أعتقد أن الفرنسيين بمقدورهم أن يقوموا بعقوبات تجاه مسؤولين لبنانيين، إذ أن هذا المسار هو مسار طويل وليس لديهم القوانين كما المتواجدة في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ هناك قوانين واضحة في هذا الشأن. لذا أعتقد بأن هذا المسار لا يمكن أن تأخذه فرنسا لأسباب سياسية، لأسباب قانونية، ولمعرفتها الدقيقة بتفاصيل الحياة السياسية اللبنانية، لكن حتما تريد أن يكون هناك دائما نوع من السيف المسلط على رؤوس القيادات اللبنانية، لكن الكل يعلم بأنها غير قادرة على استعمال هذا السيف. طيب، هل هناك من إمكانية لتعويم حكومة حسن دياب من جديد؟ هذا التعويم قائم بحد ذاته، لكن ليس هو الحل، إذ أن هذا الشيء سيؤدي إلى كارثة اقتصادية
مالية وإلى انفجار اجتماعي في لبنان، إذ كلنا نعلم بأننا نعيش هذا الانهيار حاليا، وكان هناك نوع من التفاؤل القائم نتيجة هذه المبادرة الفرنسية. وتعطيل هذه المبادرة يعني غياب أي دعم مالي من قبل المجتمع الدولي، وبالتالي إبقاء لبنان على حاله، وهذا ينذر بعواقب وخيمة من رفع اليد ورفع الدعم عن الكثير من المواد الأولية في لبنان، من المحروقات وإلى القمح إلى أمور أخرى والأدوية، وهذا سيؤدي حتما إلى انفجار اجتماعي، والانفجار الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى قلاقل أمنية. لهذا السبب أعتقد بأن نعم هذه الحكومة قائمة وهي حكومة تصريف أعمال، لكنها لن تستطيع أن تقوم بالمهمات المطلوبة من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي أو من أجل إيجاد الحلول الجذرية من أجل إنقاذ لبنان على الصعيد الاقتصادي والمالي. شكرا جزيلا لك سعادة النائب سيمون أبي راميا، عضو تكتل لبنان القوي في البرلمان اللبناني، أيضا على تواجدك معنا خلال هذا التغطية. أعود إليك سيد يونس، وأعتذر عن الإطالة ولكنهم مضطرون للذهاب، يعني طلع كل الحق على الإعلام وليس على السياسيين في الشحن الحاصل اليوم. يعني غريب، أنا أستغرب أنه من نائب مثقف مثل الأستاذ محمد حجار يعني أن يجتزئ من سياق كلامي، يعني أزعجته ربما الكلمة كلمة عصابة، ولكن عصابة الأربعة. لكن أنا لم أتحدث طائفيا، أنا قلت في من ضمن سياق سياسي، تحدثت عن ما قاله ماكرون، ضرورة انفصال حزب الله ووقف قتال إسرائيل، الانسحاب من سوريا وهو مطلب إسرائيلي أمريكي. أنا قلت أيضا أن هناك إغراءات لتوتال. أنا قلت أيضا أن الرئيس الفرنسي خضع للضغوط الأمريكية، واعتبروا أن اللحظة حانت للانقضاض على من هزم إسرائيل. في هذا السياق أنا تحدثت، واجتزأ الثنائي الشيعي. أزعجته هذا الكلمة فقط لا غير. سوف أعود إلى مسار النقاش. نعم. سيد يونس، يعني اليوم عدنا لنسمع السؤال ذاته الذي بقى يعني ظهر مع ظهور المبادرة الفرنسية، هل وجدت هذه المبادرة الفرنسية لتنجح إن كانت هي تشدد على الشق الاقتصادي ولا تذهب في تفاصيل السياسة وخصوصيات لبنان السياسية؟ لا يمكن، يعني مهمة واحدة هي مهمة سياسية في عمقها، وليست مهمة اقتصادية، وليست مهمة مالية، هي اقتصادية، هي سياسية، هي سياسية في عمقها. نحن في أزمة سياسية إضافة طبعا للأزمة الاقتصادية الخانقة، لكن ما يمنع تشكيل الحكومة هو الأزمة السياسية. هل المبادرة الفرنسية يمكن أن تستعيد روحها وأن تعود وتنطلق؟ هناك شروط لذلك، أن تغادر الانصياع للعصا الأمريكية، أن يعود الرئيس ماكرون لما حصل في قصر الصنوبر بأنها حكومة وطنية. هل من إمكانية لذلك؟ أنا أعتقد أن هناك إمكانية طبعا، أن يعود إلى الخطاب الأول الذي سمعناه، إلا إذا أراد أن يخسر دور فرنسا في لبنان ويطبق ما يريده الأمريكيون فقط، وبالتالي طبعا سيخسرون، ولن تنطلق المبادرة الفرنسية بهذه الشروط التي حددها بالأمس ماكرون. أنا أعتقد أنه من الاستحالة بمكان أن ينجح، يعني هو يريد تسليم كل أوراق القوة في يد لبنان بطريقة غير مباشرة لإسرائيل، وهذا يستحيل أن يكون واقعيا حتى لو كان هناك أطراف لبنانية مؤيدة لذلك، وطبعا هناك أطراف بلا شك مؤيدة. نعم، وهم بكل الأحوال غردوا وحكوا وأعلنوا ذلك صراحة. ولكن ما هو المطلوب اليوم من قبل الرئيس الفرنسي من حزب الله؟ نعود ونقول ما قاله، يعني حزب الله لا يمكن أن يكون جيشا محاربا لإسرائيل وميليشيا إلى جانب سوريا وحزبا محترما في لبنان، هو أظهر العكس وعليه أن يفهم أنه يخسر لبنان بأسره. هذا الكلام ماذا يعني؟ ما المطلوب اليوم من حزب الله؟ أنا أعتقد أن الرئيس ماكرون، يعني ربما أيضا الفريق الذي خصصه لمتابعة الأزمة اللبنانية، لم يكن دقيقا في توصيف الواقع اللبناني، وقد نقل إليه صورة مغايرة، يعني أو ليست مغايرة وإنما غير صحيحة، تنقصها بعض الجزئيات ربما،
تنقصها بعض الأساسيات في تشخيص الحالة اللبنانية، ربما عن عمد. كلنا يعلم من يقدم هذه التقارير، تعتمد على تقارير الاستخبارات، وتقارير الاستخبارات عادة ما تكون متعاونة مع استخبارات أخرى، وبالتالي يخرجون بما يناسب الفريق الذي يريد السيطرة على لبنان أو الهيمنة على لبنان أو الوصاية على لبنان بشكل من الأشكال، من دون أن يكون حزب الله أو المقاومة أو الفريق الذي يعادي إسرائيل والفريق الذي يدافع عن البلد عن حق ولا يريد الوصاية أن يكون خارج اللعبة، أو على الأقل أن يكون له دورا هامشيا في اللعبة. أنا أعتقد أن المبادرة الفرنسية يمكن أن تبث فيها الحياة إذا تعاطت واقعيا مع الواقع اللبناني، مع ما يشكله الواقع اللبناني بكل حيثياته ودوره في المنطقة، في سيما وأن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من خلال الاتفاقات الإسرائيلية مع بعض دول الخليج، مسألة التطبيع. نعم، مسألة التطبيع. وأيضا لا يمكن على ماكرون أن يفرض لا هو ولا غيره ولا حتى الكون كله أن يلقي اللبنانيون السلاح وهم مهددون كل يوم من إسرائيل. ستة أسابيع سيد يونس، هي لفرنسا أم هي للبنان؟ أنا أعتقد أن هي يعني ليست مهلة بقدر ما هي إعادة تقييم للواقع وهروب من اللحظة، لحظة الخسارة، إلى إعادة تجميع الأوراق من أجل الانطلاق مجددا بعمل ما تكون الانتخابات الأمريكية. وأن كنت غير ميال تماما إلى ربطها. هي مرتبطة بشكل ما، ولكن غير ميال، لأن السياسات الأمريكية إن كانت ديمقراطية أو الجمهورية بالنسبة إلى الخارج هي واحدة، باستثناء مسألة الحد من الخسائر بين الجنود الأمريكيين في الخارج، وسوى ذلك هي سياسة استعمارية كلنا يعرف ذلك، تحاول الهيمنة على اقتصاديات العالم من أجل التحكم بالدول. ولكن سياسات ربما يعني العقوبات الاقتصادية ربما لاحظناها أكثر في عهد دونالد ترامب، يعني هو اعتمد على هذا النوع من الحروب. نعم، يعني هو بطريقته كرجل أعمال وكتاجر، ويعني المال له أولوية في طريقة التفكير، الحصول على المال له طريقة، يعني له طرقات غير تلك التي يمكن أن تأخذ الجوانب السياسية إلى حد ما بعين الاعتبار. يعني كلنا شاهدنا ما قاله للملك السعودية، وأنه ادفعه وأنت لا يمكنك أن تبقى أسبوعين في كرسيك، ولغيره ولغيره، حتى في فنزويلا ماذا قال، أنه يريد نفط فنزويلا وما إلى ذلك، يريد ذهب فنزويلا. في كل دول العالم هو يتعاطى بهذه العقلية. ربما يعني وأنا أفضل هذه الطريقة بكل وضوح على يعني على الدموية ربما في الحروب. في أماكن سيد يونس أيضا ينضم إلينا أيضا في هذا التغطية، سعادة النائب بلال عبد الله، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني، أهلا بك سعادة النائب. في آخر كلام ضيوفي كل مشاهديني، أهلا بك. في آخر كلام لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط، قال كلهم سوف يتباكون على المبادرة الفرنسية، قمت بكل الجهود ووجدت نفسي لوحدي، وأنا ضد القول أننا ذاهبون إلى جهنم، فالناس بحاجة إلى أمل. بداية، ما هي الجهود؟ من المهم أن معرفة هذه الجهود التي قام بها النائب السابق وليد جملاط يعني خلال الفترة الماضية. بتصور واضح الجهود كانت كان مع الطرف الفرنسي بالتواصل مباشر بالتفاصيل، او ب يعني كان ايضا التواصل مع كافه القوى المعنيه بالتاليف، يعني خاصه الفرقاء اللي كان عندهم يعني شروط ربما مرتفعه بمواصفات التاليف، ان كانت ميثاقيه او اعراف جديده او الى اخره. لعب دور اساسي وحاول للحظه الاخيره يلعب دور داعيا هؤلاء جميعا الى الحد الادنى الترفع بهذا الظرف للولوج للمهمة الإنقاذية، ولكن لم ننجح. مع أي طرف بالتحديد؟ يعني تتحدث يعني عن تواصل ربما مع حركة أمل، هناك علاقة يعني خاصة بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل؟ أعتقد تم التواصل مع أكثرية الفرقاء السياسيين المعنيين بتأليف الحكومة دون تحديد، وتم الطلب بتخفيف وطأة هذا التجاذب اللي كان حاصل، واللي كان يعني اخذ سقف مرتفع بالسجلات، خاصه كان
بين الفرقاء المعنيين بالتأليف، إن كان إذا بدك الخطاب السياسي مع الفريق الآخر اللي يمكن كان يرفع موضوع الحياد أو المركزية الإدارية الموسعة بوجه الدولة المدنية، كل هذه الخطابات كنا إحنا عم نشوف، كان الوليد يقعد عم يشوف إنه بالوقت الحاضر مش هيدي أزمتنا، أزمتنا لقمة عيش الناس بالوقت الحاضر، إنقاذ البلد بالانهيار الكامل. فإجت هيدي المبادرة الفرنسية أعطت ضوء أمل للبنانيين علهم يلتقطوا، للأسف أثبتنا إنه نحن يعني ما زلنا تحت وطأة التجاذبات الداخلية والخارجية واللي منعتنا من التجاوب مع المبادرة الفرنسية. طيب سعادة النائب، يعني ركب عليها أثقال، ركبت أحمال وأثقال هي المبادرة على الطريقة اللبنانية، وهي يمكن كانت بعيدة عن هالموضوع. طيب في كلام أيضا النائب السابق وليد جملاط، يعني هناك مفارقات، يعني قال بأنهم سوف يتباكون على المبادرة الفرنسية، هل هذا يعني بأن هذه المبادرة انتهت بنظركم؟ وقال أيضا يعني لا يجب القول بأننا ذاهبون إلى جهنم، وإنما يعني يجب إعطاء الأمل. يعني هل ننعى المبادرة الفرنسية ونتحدث عن أمل، وهذا الأمل من أين؟ كل مسؤول في أي موقع سياسي بالسلطة أو خارج السلطة لا يجب أن يفقد الناس الأمل، وإلا يجب أن يعني يكون خارج السلطة، خارج المسؤولية. ولكن الأمل يجب أن يكون مستندا إلى وقائع وليس إلى أوهام، يعني هل هناك من أمل حقيقي؟ عم بحكي أنا بالمبدأ، ما فيك تكون بموقع مسؤولية مين ما كان، يقول للناس انتهينا وخلص، طب أوكي انتهينا، معناتها إنه خلينا كلنا نكون منتهيين. ولكن لا، يجب أن نقول للناس أنه يجب أن نبقى نناضل ونحاول ونكافح ونستخدم كل الأساليب لكي نواجه هذا الاستحقاق الداهب الخاطر الاقتصادي المالي لكل منزل لكل بيت. هلأ المبادرة الفرنسية ليس وليد جملاط من يقول انتهت أو لم تنتهي، كان الكل بانتظار خطاب الرئيس ماكرون، وبعتبر الرئيس ماكرون كان واضح أنه كان منتقد من طريق الطاعات اللبنانيين وسماهم أي أطراف لبنانيين، سمى بتصور بوضوح مش هيك؟ سمى أكثر من طرف، تقريبا سمى كل الأطراف، يعني هو سمى أطراف بعينها وعاد وجمل كل الأطراف. أنا عم بقصد الأطراف بعينها، سميها واضحة كده، أوكي؟ خلينا هذا الموضوع ما نوقف عنده كثير، بس نقول إنه واضح من كلام الرئيس ماكرون إنه بعده بالموقع اللي بده يحاول فيه يدي العون فيه إلى لبنان. هلا عن اي طريق، باي تفاصيل، باي حكومه، باي شخصيه حكوميه، باي طريقه تشكيل حكومه، توضح عمليا. ونامل احنا نامل ان يستمر، لانه حتى الان لم تمتد بين اي مساعده اخرى لا من الشرق ولا من الغرب. طيب كمسؤول ساسالك سعاده النائب، هل هناك من امل حقيقي من الخروج من الازمه اللبنانيه، وهل يمكن ان لا يمر هذا العام من دون تاليف حكومه جديده؟ اذا بقينا على ارتباطنا بالمحاور الاقليميه والدوليه المتصارعه بهذا الشكل هيك البنيوي العضوي، اكيد لا امل سعادة. ولكن اذا حاولنا بالحد الادنى ناخذ هامش معين لمصلحتنا الوطنيه، بتصور ممكن ننجح. شكرا جزيلا لك سعادة النائب بلال عبد الله، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني. شكرا لك. وايضا ينضم الينا سعادة النائب قاسم هاشم، عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني. اهلا بك سعادة النائب قاسم. في ذكرى تحياتنا لك ولضيفك ولمشاهدينا، اهلا بك. في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر الاخيره، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري بان يعني العراقيل هي داخليه بحت. بالامس ايضا اشار الرئيس ايمانويل ماكرون بان ليس هناك من تدخل ايراني لعرقله مسار تاليف الحكومه. الى اي حد يعني يمكن الحديث عن ان فعلا العراقيل هي كانت داخليه كما قال الرئيس نبيه بري منذ فتره وحتى اليوم؟ واضحه طبعا العراقيل، حتى كلام الرئيس الفرنسي بالامس لاحظ كل الافتراءات البعض في الداخل الذين وضعوا طبعا تعطيل تشكيل الحكومه في اطار العلاقات الاقليميه، وهذا طبعا لم يثبته الرئيس الفرنسي، وقال ليست لدينا اي معلومات او معطيات حول هذا الموضوع. في كل الاحوال تبين طبعا ان العراقيل داخليه ومن اطراف داخليين لهم علاقه بموضوع التشكيل الحكومي، وهذا كان لسان حال الرئيس المكلف في لقائه اقله مع الخليلين
وعند مناقشة موضوع الحكومة فلم يكن لدي إجابات مباشرة، وقال اعذروني أنا مضطر لأسأل ولأراجع. هذا يعني طبعا أنه لا يمكن الاستمرار بهذا المنطق، وهذا من السلبيات التي واجهت تشكيل الحكومة وساهم في تعطيل تشكيل هذه الحكومة. النائب قاسم، كيف تردون على ما يقال حول تحميل حزب الله وحركة أمل مسألة يعني المسار المقفل الذي وصلنا إليه اليوم لناحية تأليف الحكومة، وربما غياب وخسارة الفرصة الأخيرة التي وصفت بالمبادرة الفرنسية؟ بموضوع المبادرة لنكن واضحين، يعني أعتقد أنه الثنائي الوطني مع حلفائهم كانوا أول المبادرين للترحيب بالمبادرة الفرنسية والعمل على تسهيلها، ولكن لا يعني ذلك إلغاء الذات وأقصائه وطبعا السير بما يريده الآخر إن كان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتبين من خلال المشاورات وكواليس تشكيل الحكومة أن هنالك محاولة لتكريس هذا الواقع، عدا عن أنه لا يمكن رغم هذه المبادرة وأهميتها وضرورتها في هذه المرحلة الدقيقة من حياة وطننا وظروفه أن يصار إلى إلغاء كل القواعد المعتمدة لتشكيل الحكومة، والتي قامت منذ فترة طويلة من بعض الطائف على التفاهم والتوازن وموضوع الشراكة، فكيف يمكن أن تستقيم الأمور مع الإخلال في هذه القواعد في ظل تركيبة لهذا النظام لا يمكن إلا أن تستند على هذه المسلمات، ومع العلم أنها من القضايا التي نسبت كل ما تعني اللعبة الديمقراطية، لأن هذا النظام الطائفي والمذهبي هو سبب كل هذه الأزمات التي يعيش هذا البلد والتي تقلبت في ظله كل المعطيات. نستفيد من الوقت قدر الإمكان ساعة النائب قاسم هاشم. يعني السيد يونس عودي قال بأن ما سمعناه بالأمس من الرئيس ماكرون كان نتيجة إغراء أمريكي يتعلق بمسألة الغاز في الجنوب اللبناني. ترسيم الحدود البحرية عاد إلى الواجهة من باب ما يتم نقله في الأونة الأخيرة عن الصحف الإسرائيلية. يدعو طهران قالت بأنه من المتوقع أن تبدأ الجولة الأولى من المفاوضات بعد أسبوع أو أسبوعين عبر الأمريكي، وأن لبنان بات جاهزا لتليين مواقفه بعد الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعانيها. ما واقعية هذه المراهنة الإسرائيلية ومصيرها أيضا برأيكم؟ طبعا هذا من باب التحليل والتمني للعدو الإسرائيلي، ولعل ما أصابنا في الآونة الأخيرة هو أحد وجوه أوجه الضغوط على لبنان للسير بما يريده الأمريكي خدمة للإسرائيلي في موضوع ترسيم الحدود، علما أن دولة الرئيس نبيه بري وهو المفاوض باسم لبنان منذ فترة أعلن أن هنالك اتفاق مبدئي للإطار الذي ممكن أن تسير عليه الأمور في المفاوضات غير المباشرة، وقواعد واضحة وشبه مرسومة ومستندة إلى الآلية التي اعتمدت في محادثات الناقورة بين الجانبين، ولكن شينجر المفاوض الأمريكي أو الوسيط الأمريكي ذهب ولم يعد لأي جواب حول هذا الإطار. فالموضوع إطار وليس موضوع تفاهم أو اتفاق حتى الآن، وهذا الإطار حتى اللحظة لم يأتي الأمريكي بجواب من طبعا جانب العدو الإسرائيلي بحسب المعلومات الأمريكية. فلا يحتاج طبعا، هذا لا يعني أبدا أن لبنان سيخضع. ما يجري اليوم طبعا من ضغوط وتهديد وتهويل على لبنان قد يكون أحد جوانبه وأهدافه هو
للوصول الى تنازل، وهذا لن يحصل. طيب قد يعود الجانب الامريكي سعاده النائب قاسم هاشم، قد يعود الامريكي بجواب يعني في نهايه هذا الشهر او الشهر المقبل مع زياره مساعد وزير الخارجيه ديفيد شينكر الى لبنان. شكرا جزيلا لك سعاده النائب قاسم هاشم، عضو كتله التنميه والتحرير في البرلمان اللبناني. سعد سيد يونس، يعني بالامس قال ايضا ماكرون بان لا خشيه من حرب اهليه في لبنان، ولكن الطبيعه لا تحتمل الفراغ، من سيملا هذا الفراغ في وقت الذي نحن مقبلون يعني عليه؟ هناك تناقض في كلام السيد ماكرون عندما قال يعني اما هذا الحل ام نذهب الى الخيار الأسوأ، وقال انها حرب اهليه الخيار الأسوأ، ونحن يعني لا نريد الذهاب الى الخيار الأسوأ، ولكن على حزب الله ان يختار، هكذا هو قال. وبالتالي ان وضعنا بين يعني مسالتين، اما ان تخضعوا واما أن الحرب الأهلية على الأبواب. نحن لا نريد، ولكن هذا هو الخيار. في نصف دقيقة، كيف تقرأ ما يجري في الشمال اللبناني ناحية خلية كفتون؟ هناك تطوير لأساليب تنظيم داعش من ناحية يعني الخلية وتوسعة عددها لناحية أيضا الأساليب التي اعتمدت، هل سوف يؤخذ هذا المعطى بعين الاعتبار لدى السياسيين؟ يعني يفترض أن يؤخذ في البداية لدى الأمنيين الذين يتابعون على الأرض كل ما يحصل. يجب أن تكون العيون مفتوحة أكثر، يجب المتابعة الميدانية أكثر، وخصوصا وأن هناك كثير من الأجهزة الاستخبارات الدولية تعمل في منطقة الشمال، وهناك مزيد من الاستقطاب إلى جانب الفقر المدقع التي تعيشه المنطقة، التي يمكن أن تشكل بيئة حاضنة ل50 دولار في الشهر يمكن أن تقوم بها المنظمات الإرهابية داعش وغير داعش. لذلك أنا أعتقد أن السياسيين ربما يستثمرون في هذا، بعض السياسيين يستثمر في هذا، مثل ما حصل في السابق في منطقة عرسال عندما استثمرت فرقاء سياسية كثيرة في مسألة عرسال، عندما ذهبوا من كتل نيابية إلى هناك وقالوا أنه لا يوجد إرهابيين ولا إرهاب ولا قواعد ولا شيء، وثم تبين أن هناك معسكرات وأسلحة ثقيلة وخفيفة وما إلى ذلك. ربما بعض السياسيين يحاول الاستفادة من ذلك لإعادة تعويم وضعه. شكرا جزيلا لك سيد يونس عودي الكاتب والصحفي، كنت معنا في هذا التغطية، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعة هذا التغطية حول التطورات اللبنانية. إلى اللقاء.